السلام عليكم، معكم مجموعة الحلوي. كنشكروا السي يوسف العسري على هذا المهرجان وعلى الدعوة اللي قدم لنا بأن نأتوا هذا المهرجان مع الشباب في مهرجان المجالات الثلاث. وكنشكر الناس القيمين على هذا الحفل البهيج، لأن من كما كتعرفوا داز كورونا، داز سميتو، والناس يعني متعطشين انهم ينشطوا، ان الشباب ينشطوا. تبارك الله ما شاء الله عليهم، نشطنا معاهم، نشطوا معانا. الحماس ديالهم اللهم بارك، يعني شي حاجه ما كناش كنتصوروها انهم تجاوبوا معانا. كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكروا حتى اشواقع، وكنشكروا كاع الصحافه يعني المحليه ولا الوطنيه اللي حضرات هذا الحفل هذا. وكما كتعرفوا ان السي يوسف العسري ولا في المبادرات اللي كيدير دائما انه كيكون دائما مواكب يعني التطورات الميدانيه والمجاليه للشباب، وكيشجعوا الشباب من زياده على الاعمال الخيريه اللي كيقوموا بها الشباب. فهذه بادره كتخلينا اننا ديما نشاركوا معهم هذه الحفلات هذو، ونلبيوا الدعوه ديما بان نشاركوا معاهم بحال الدعوات يعني زوينه. تفاعل حماسي جدا، يعني ما كناش كننتظروا هذا الحماس كامل، وهذا يعني هذا اللهيب كما كنقولوا، هذه الحراره ديال الجمهور. يعني متشوق للنشاط، متشوق لشي حاجه زوينه. الجمهور خاص يعطي غير شي حاجه زوينه اللي غادي يتقبلها، وشي حاجه زوينه واللي هادفه واللي سميتو. وهكذا كان يعني هادشي اللي بغينا، كنتمناو ان ان شاء الله من هنا لقدام انهم يتزادوا بحال المبادرات هادو. والسلام عليكم وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.